طيب يا شباب، بصوا ان احنا حلينا مسألة دلوقتي، اول مسألة حليناها من شوية في المنهج، فعايزين نتأكد الفكرة دي دلوقتي حالا. عايزين نحل مسألة كمان. بصوا المسألة هي قدامكم، عندك ايه الشكل الغريب ده؟ تعال نقرا واحدة واحدة. بيقول لك مديك الاوميجا بي سي ب 8 راديان بير سكند، فاكرين كان الاس اي يونتس هو راديان بير سكند مش ار بي ام مش ار بي اس، وبتلف معاه عقارب الساعة، ماشي؟ يبقى هو مديني الاوميجا بتاعت البي سي بكام؟ ب 8 راديان بير سكند. احسب لي الاوميجا اي بي واحسب لي الاوميجا او اي عند الجيفن، عند الجيفن بوزيشن. حلو قوي. هو مديك الاو اي اهو طوله 0.7 متر على زاويه 45 درجه، ومديك الاي بي بيقول لك ان هو هوريزونتال مش على زاويه، يعني زاويته بالظبط معدوله ب 0 ديجري، ماشي؟ وعلى فكره مش مضطر يقول لك كده، ما دام انت شايف بعينك انها واضحه، مش هنلعبك يعني. لو عايز اقول لك انها مايله هبينها لك انها مايله، اوكي؟ تمام. الاي بي طولها 2 متر، والبي سي مش مديك طوله، خلي بالك البي سي مش مديك طوله، ومديك ان البي سي على زاويه 55.6، ومديك الاوميجا بي سي. تمام. اول حاجه نرسم الثلاثه ممبرز لوحدهم، او نشوف دول كام ممبر. طبعا غششتكم دلوقتي، قلت لكم ان هم ثلاثه ممبر. نرسم كل واحد لوحده بسرعه. ادي الاوميجا او اي، مش رسمها حلو، هعيدها. ادي الاوميجا او اي اهو، وادي الاي بي اهو، وادي البي سي اهو، ماشي؟ طيب انا ليه رسمته لكم؟ انت مش هتضطروا تعملوا كده، بس انا بس بوريكم بسرعه كل واحد بتعامل معاه ازاي. الاوميجا او اي زي ما انتم، عفوا، الاو اي زي ما انتم، ممبر او اي زي ما انتم شايفين بيلف حوالين نقطه ثابته الارضي اللي هي عند الاو، صح؟ صح. يبقى ده هنوع حركته ايه؟ روتيشن اباوت فيكست اكسس. فاكرين روتيشن اباوت فيكست اكسس كنت بتعامل معاه ازاي؟ في بتساوي اوميجا في ار، الفيلوسيتي بتساوي الاوميجا في الار، والفيلوسيتي عمودي على طول الممبر. شكرا. طيب البي سي، البي سي بيلف حوالين نقطة ثابتة اللي هي مين؟ اللي هي سي. يبقى برضو نوع حركته ايه؟ السهلة، اللي هي الحركة التانية اللي هي روتيشن اباوت فيكست اكسس، ماشي؟ يعني هحلها ازاي؟ برضو زي الاولانية، زي الاو اي. فاضل الاي بي. الاي بي خلي بالك، بص، البي بتلف حوالين السي في نص، في دايرة كده، صح؟ والاي بتلف حوالين الاو في دايره كده. طب الاي بي ده على كله على بعضه، لما يكون نقطه بتلف حوالين نقطه والنقطه الثانيه بتلف حوالين نقطه، يبقى روتيشن اباوت فيكس اكسس، صح؟ لا غلط. هو الاي بي ذات نفسه نقطه بتلف نص دايره حوالين نقطه ثانيه، بيلف حوالين، بيعمل نص دايره حوالين نقطه ثانيه. دي حركه ما اقدرش احكم عليها، عشان كده هسمي حركته نوعها ايه؟ جنرال. فكروني الجنرال بحلها ازاي؟ بطريقه الانستنتينيوس ميثود. يعني ايه انستنتينيوس ميثود؟ يعني بجيب الفيلوسيتي، بفكرك اهو بغششكم من قبل ما ندخل في الحل، بجيب الفيلوسيتي بتاع النقطه الاولى واجيب الفيلوسيتي بتاع النقطه الثانيه، اعمل عمودي واعمل عمودي، اجيب تقاطع، يبقى ده الانستنتينيوس سنتر بتاع اللحظه دي. عشان احنا بنحل باني طريقه؟ الانستنتينيوس سنتر ميثود. اوكي، يلا بينا. هو مديني الجيفنز فين؟ مديني الجيفنز عند البي سي، مديني الاوميجا بي سي، بس خلي بالك هو مش مديني الطول بتاع البي سي. هو عامل فيها مقلب. اعمل بوز كده وفكر، واعمل بوز دلوقتي حالا وفكر ازاي هتجيب طول البي سي. ما تبصش على حل اللي هقوله لك دلوقتي عشان تفكر، عشان دي لعبه تريجونومتري. يلا هندسه، بوز وارجع لي. طيب احنا رجعنا اهو بعد البوز، يا رب تكون عرفت الفكره، ولو ما عملتش بوز انت كده مش هتستفيد حاجه. هندسه، بص يا سيدي، انا عندي طول البي سي مش عارفه، بس هو على زاويه 55.6، بس عندي طول الاو اي ب 0.7 على زاويه 45. طب ما هي سهله اهي، ما هو الطول ده الاخضر ده هو الطول الاخضر ده. عرفت ليه كنت بقول لك اعمل بوز؟ عشان تجيب انت الكلام ده بدماغك، عشان الكلام ده هيبقى وسط الحل كله، تريجونومتري ثانويه عامه يعني. حلو، تمام. يبقى نقدر بنقول من هنا 0.7 ساين 45 كان بيساوي البي سي ساين 55.6. يبقى قدرت اجيب من هنا مين؟ قدرت اجيب من هنا ان البي سي بيساوي بالظبط لما تحسبها يطلع 0.6 متر. شكرا. اروح ابتدي حل المسألة، وقلنا هنبتدي الحل من مين؟ من ممبر بي سي، عشان هو ده اللي مديني فيه الجيفن بتاعتي. ممبر بي سي، بحب اكتب بين قوسين بفكركم نوع الحركة اللي بيتحركها عشان اعرف احل معاه ازاي. روتيشن اباوت فيكست اكسس، الكلمة المحورية ان هو بيلف حوالين نقطة ثابتة. تمام، اهو نرسمه كده.
طيب احنا رسمنا الممبر بي سي، البي سي على زاوية 55.6، ادي البي اللي هي اللي فوق والسي اللي هي تحت، وبفكركم هو كان بيلف حوالين نقطة ثابتة. هو كان بيديني الأوميجا بي سي بكام؟ بتلف مع قارب الساعة بـ8، أهي بيلف مع قارب الساعة بـ8 ريال بير سكند. طيب فكروني كنت بعمل ايه في لما يكون روتيشن اباوت فيكس اكسس؟ كنت بوصل ما بين الاثنين، بوصل ما بين الاثنين واعمل عمودي، يعني بوصلت ما بين البي وسي واعمل عمودي. واخدين بالكم خط اللي انا عملته ده؟ الخط ده عمودي على البي سي صح؟ طيب عمودي بقى لفوق ولا عمودي لتحت؟ عمودي لفوق ولا عمودي لتحت؟ عمودي في اتجاه الدوران، يبقى لفوق ولا لتحت؟ يبقى لفوق. يبقى ال VB بتساوي اوميجا في ار اللي هي الاوميجا بي سي في الطول اللي عندي اللي هو طول البي سي. انا معايا الاوميجا بي سي ب 8، ومعايا طول البي سي بكام؟ ب 0.6. تضرب 8 في 0.6 يطلع ب 4.8 متر بير سكند. الاجابه خلصت ولا ما خلصتش؟ لا طبعا، بفكركم دايما لازم تكون الاجابه ايه؟ 3 حاجات، رقم ويونت ودايركشن. طب اذا كانت الزاويه دي، بصوا كده، اذا كانت الزاويه دي ب 55.6، بلاش اللون ده عشان ايه؟ شوفوها كويس، هات لون تاني وليكن ده. انت عارف ان الزاويه دي كانت 55.6، فاكر حرف الزد؟ تبقى دي كمان كام؟ 55.6. واصلا الخط الازرق ده عمودي ب 90 درجه، يبقى اللي فاضل كام؟ 90 ناقص 55.6. لما تقسم 90، لما تطرح 90 من 55.6 تبقى الزاويه دي بالظبط، بلاش اللون ده برضو مش تبقى واضحه، تبقى الزاويه دي 90 ناقص 55.6 تطلع ب 34.4. حلو حلو، يبقى انا اقدر اقول كده دلوقتي ان ال VB بيساوي 4.8 متر بير سكند على زاوية من الأفق اهي بكام؟ 34.4. بس انا اصلا مش عايز ال VB، انا عايز مين اصلا؟ عايز الاوميجا اي بي بكام والاوميجا او اي بكام. طيب انا ممكن ادخل دلوقتي على الممبر اي بي وممكن ادخل على الممبر او اي صح؟ هو المنطقي واحد هيقول لي ادخل على الممبر او اي بي على طول عشان ده اللي ماسك فيه صح؟ بس انا حرفت نظرك لحاجه، احنا لما هنروح نحل هنعطل. فانا كده كده انت لو ابتديت لو ابتديت بالممبر او اي هتضطر ترجع للممبر اي بي، ولا ابتديت بالممبر اي بي هتضطر ترجع للممبر او اي، كده كده هتحتاج الاثنين. فانا هبتدي من الاو اي وهتفهموني دلوقتي. نختار ممبر، نجيب نفس اللون، ممبر او اي. ممبر او اي ده حركته نوعها ايه؟ روتيشن اباوت فيكست اكسس صح؟ مش بيلف حوالين نقطة ثابتة. اقوم عامل ايه؟ اقوم راسم الاو اي ب 0.7 على زاوية ايه؟ 45. يلا بينا. يبقى انا رسمت اهو، رسمت الاو اي اهو على زاوية كام؟ 45 درجة صح؟ صح. بالراحة كده بصوا يا شباب، لما البي سي يلف يمين، تاني لما البي سي ده يلف يمين، الأو أي يعني البي سي يلف يمين عشان معاه عقارب الساعة، الأو أي هيتشد ناحية اليمين ولا هيتزق ناحية الشمال؟ دلوقتي حالا أكيد هيتزق ناحية إيه؟ اليمين. فيبقى الأوميجا أو أي برضه هتبقى اتجاهها إزاي؟ مع عقارب الساعة. يبقى الأوميجا اللي هو إيه؟ السرعة الدورانية برضو إيه؟ بتلف مع عقارب الساعة. ماشي أهي، يبقى أنا عرفت إن الأوميجا أو إيه اتجاهها كده، يبقى الفيلوسيتي بتاعتي عمودي لتحت. دي الفيلوسيتي بتاعت مين؟ بتاعت الـ A. قيمة الفيلوسيتي دايما عبارة عن أوميجا أو إيه في الـ R اللي هو طول الـ OA. طب انا الاوميجا او اي مش عارفها، وطول الاو اي انا عارفه كان بكام؟ ب 0.7 صح؟ كام صح؟ يبقى انا اقدر اقول ان الفي اي دلوقتي، انا لسه ما جبتش قيمه كامله، اقدر اقول كان ب 0.7 اوميجا او اي اللي انا ما اعرفهاش على زاويه كام. خلي بالك الزاويه دي كانت 45، يبقى الزاويه اللي فاضله دي بكام؟ 45 برضو. عرفت ازاي؟ ما خلي بالك هو حرف اليو، فاكرين حرف اليو دي كانت 90 درجة وهو كلهم 180 درجة، وانا شلت منها 45 درجة، يبقى فاضل كام؟ 45 درجة. كلها تريجونومتري يا باشمهندسين، مش هنرجع نشرح تريجونومتري. مش كده بقول لكم ايه الاسبوع اللي فات؟ قلت لكم راجعوا تريجونومتري كويس.
يبقى انا عرفت ان ال VA بكذا على زاوية كام؟ على زاوية 45 درجة. شفتوا؟ انا لسه ما عرفتش الاوميجا او ايه، هضطر اروح على اخر ممبر اللي هو التالت اللي هو ممبر اي بي. ممبر اي بي ده حركة ناحية ايه قلنا؟ جنرال، صح؟ يلا بينا. ممبر اي بي ده حركته جنرال موشن، هرسمه كده اهو. ادي الاي وادي البي. بتعامل مع الجنرال موشن ازاي؟ اول حاجة تحط الفيلوسيتي اللي عندك. انا عارف مين؟ انا عارف الفيلوسيتي بتاعت ايه كان اتجاهها لتحت كده، صح؟ وكنت عارف انها قيمتها 0.7 اوميجا او اي، عشان مش عارف كومتها بكام بالظبط. وعارف ان الفي بي كان بكام، طالع لفوق يمين ب 4.8 على زاوية 34.4. يبقى هو كمان البي اهو بكام على زاوية 34.4، بكام قيمته كانت؟ ب 8 راديان بير سكند. لا، ب 4.8 متر بير سكند. حلو، 4.8 متر في السكند. حلو، بعمل ايه فكروني؟ بعمل عمودي. بعمل عمودي على مين؟ على الاولاني. واعمل عمودي على مين؟ على التاني. الاتنين اتقطعوا في نقطة، خلاص بقى زي كل مرة. هو ده السنتر اللحظي اللي بيلف حوالين الممبر ده دلوقتي. ده السنتر اللحظي بيلف حوالين الممبر ده دلوقتي. ماشي ماشي. وطبعا كنت المفروض اقول لكم برضو ان الزاوية دي بكام؟ 45 درجة، صح. طب انا عارف دي 45 درجة، يبقى تكملة التسعين بكام؟ ب 45 درجة. طيب وانا عارف ان الزاوية دي 90، صح؟ ودي 34.4، يبقى الزاوية اللي فاضلة هنا بكام؟ 90 ناقص 34.4 يبقى 55.6. مش واضحة كفاية. يبقى بالتالي الزاوية التالتة فبتبقى بكام قيمتها؟ الزاوية التالتة لما تطرح 180 من 45 درجة و55.6، تبقى الزاوية التالتة دي 79.4 degree. حلو حلو. يبقى أنا جبت التلات زوايا على طول. عمياني قبل ما أكمل حل، أنت عرفت على طول إنها ساين رول. فاكر كوزاين رول كنا بنستخدمه إمتى؟ طولين وزاوية في النص تجيب الطول التالت. بس أنا أوريدي عارف تلات زوايا، وعارف الطول الـ AB كان ب 2 متر، يبقى على طول أشتغل إيه؟ المثلث ده. يبقى تعالى نكتب كده على جنب، نقدر نقول في التراينجل اي اي بي هشتغل ساين رول. ها، الطول الاي بي اللي هو 0.2 متر على ساين الزاوية في وشه اللي هي ساين 79.4. اللي بعده اي اي على ساين الزاوية اللي في وشه اللي هي ساين 55.6. اللي بعده اي بي اهي على ساين الزاوية اللي في وشه اللي هي كام؟ 45. اي بي على ساين الزاوية اللي في وشه اللي هي 45 درجة. جميل الكلام ده؟ تمام. اقدر اجيب من هنا ان الاي اي تطلع بيه 1.679 متر، وان الاي بي تطلع بيه 1.439 متر. يبقى انا جبت الاي اي وجبت الاي بي، بس مش ده الهدف اصلا. انا عايز اجيب ايه اصلا يا شباب؟ فكروني. انا عايز اجيب الاوميجا او اي بكام، واجيب الاوميجا اي بي بكام. بالراحه كده نبص على المثلث ده بالمره. الممبر اي بي ده احنا اتفقنا لحظيا هو بيلف حول نقطه مين؟ الاي، عشان كده اسمه انستانتينيوس سنتر، عشان كده اسمه ايه؟ سنتر لحظي. طيب يبقى اتجاه الاي بي بيلف، وهو بيلف حوالين الاي باستخدام الالوان الموف دي، تمام؟ هل هو بيلف عكس عقارب الساعة ولا مع عقارب الساعة؟ لما بتقارن ال AB بمين؟ لما بتقارن ال AB ده بمين؟ بالنقطة I دي. ماشي. ده بالنسبة لده، بص ال VB كانت كده اهو. يبقى الأوميجا عكس عقارب الساعة ولا مع عقارب الساعة؟ دايما بتبص على الفيلوسيتي دي. الفيلوسيتي دي كانت
بتطلع لفوق كده، بتطلع لفوق وانت بتلف حوالين ده، يبقى ثبت النقطة دي وحرك دي كده، يبقى ازاي عكس عقارب الساعة اهو. يبقى انا عرفت كاتجاه، عرفت ان الاوميجا بتاعت الاي بي اتجاهها عكس عقارب الساعة. اقدر اقول من هنا بقى الاتي، ان الفي بي بيساوي الاوميجا اي بي في الطول اللي هو اي بي، ما انا عارف ان الفيلوسيتي بي بيساوي طول في اوميجا في ار، اوميجا اللي هي الاوميجا بتاعت الاي بي في الطول اللي هو من النقطه بي اللي انا بحسب عندها للنقطه اللي بيلف حواليها. طيب انا عارف مين، انا اصلا عارف ان الفي بي بكام، ب 4.8، والاوميجا اي بي دي انا مش عارف قيمتها بكام، والاي بي دي كنت حسبتها دلوقتي طلعت ب 1.439 متر. يبقى انا جبت من هنا ان الاوميجا اي بي بتساوي كام، اقسم 4.8 على القيمة دي يطلع 3.336 راديان بير سكند، واتجاهه عكس عقارب الساعة. دي مش لفوق، دي عكس عقارب الساعة. استنى اوضحها لك. ماشي، حلو قوي. اقدر اروح اجيب مين دلوقتي؟ اقدر اروح اجيب الاوميجا واي. طب ما انا عارف ان كمان ان الفي اي عندي بتساوي الاوميجا اي بي برضو، ما هو نفس الاوميجا بس مين اللي اختلف الطول في الاي اي. طب انا المره دي عارف مين، المره دي عارف ان الاوميجا اي بي ب 3.336 مضروبه في واحد بوينت، الاي اي كانت 6.79، لما تضرب الاتنين في بعض تقدر تقول ان الفي اي بتساوي 5.6 متر بير سكند على زاويه كام، قلنا نازله بزاويه 45 درجه. بس انا اصلا مش عايز الفي اي، انا عايز اصلا الاوميجا او اي. طب ما احنا عارفين من المثلث اللي كان اللي فات الفي اي اللي هو الجزء ده، احنا عارفين الفي اي كانت بتساوي اوميجا بوينت 7 او اي، قصدي الفي اي كانت بتساوي 0.7 اوميجا او اي. ماشي، يبقى الفي اي بتساوي 0.7 اوميجا او اي، صح. وانا عارف ان ال VA خلاص ب 5.6، وعارف ان دي ب 0.7، ودي الاوميجا او اي، فانا اقدر اجيب من هنا يا باشمهندس ان الاوميجا او اي بتساوي بالظبط 8 راديان بير سكند مع عقارب الساعة. هحلكوا واعملها لكم اوضح، مع عقارب الساعة. ليه حصل كده؟ عشان زي ما قلت لكم من شوية لما ده هيتحرك كده، ده هيتحرك ازاي؟ ادي احنا قلنا ايه، او اي بي سي، لما البي سي اتحرك كده بالخط اللي انا عامله الابيض ده، يبقى اكيد الاوميجا او اي هيتحرك ازاي كده، يبقى اتجاهه ايه، مع عقارب الساعة. اتمنى تكون يا شباب كده المسألة دي كمان واضحة بالنسبة لكم. ماشي، احنا كده خلصنا الاسبوع ده، وهتشوفوني ان شاء الله في الاسبوع الجاي في فيديو اخر. السلام عليكم.